أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث تلفزيوني أن لا مكان لطائف معدل، قائلا إما اتفاق الطائف كما هو وإلا ذهبت البلاد إلى المجهول. دائما كان المسيحيون انطلاقا من اللعبة السياسية فعلا الديمقراطية كانوا حزبين، يعني بدءا من الدستوريين والكتلويين مرورا بالشمعونية والشابية ومن ثم حلف ونهج إلى آخره إلى آخره، والآن يعني 14 و8 أدار أو قوات وتيار وطني حر. هذا الانقسام السياسي يعود إلى الفرق بالنظرة إلى الأمور، يعود إلى الفرق بالنظرة إلى التحالفات، ويعود إلى الفرق بالنظرة إلى لبنان ككل ودور المسيحيين فيه. ولا مكان لطائف معدل، فأما اتفاق الطائف وأما يذهب البلد في اتجاهات أخرى يعني في المجهول صراحة. بأوائل أيام الحرب فريقنا أخذ أسلحة وذخائر وتقنيات عسكرية من إسرائيل للضرورة القصوى. بعد استلام لقيادة القوات اللبنانية في سنة 86 بدأت أقيم علاقات مع الأطراف العربية، بدأت مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقبل نهاية الحرب كنت قد أنهيت العلاقة مع إسرائيل. على الأكيد أنا لا علاقة لي ولا علاقة للقوات اللبنانية كمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع صبر وشتيلة. أنا لست من صوروه لكم، أنا من هو. أتمنى على كل مواطن ومواطنة في الشارع العربي أن يروني على حقيقتي وأن يتابعوا تصاريحي وخطواتي السياسية وليحكموا بعدها، وأنا أقبل بحكمهم